هلا والله فيكم. اليوم راح نبدأ معكم سلسلة جديدة باسم قياسيات، وفكرتها أن راح نذكر لكم أرقام قياسية ذكرت في الألعاب، سواء كانت أرقام كويسة ولا أرقام ما هي كويسة. والحين خلونا نبدأ حلقة اليوم. راح نتكلم عن قياسيات عن لعبة Metal Gear Solid. تعتبر أفضل لعبة تجسس مبيعاً في التاريخ خلال 30 سنة من أول إصدار لعبة Metal Gear في سنة 1987، والسلسلة كانت مصدر إلهام لكثير من الألعاب، لكن ما في ولا لعبة قدرت تتفوق عليها. السلسلة بعد حوالي 44.31 مليون حبة، وأفضل لعبة تجسس مبيعاً هي Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty، بعد تقريباً 6.5 مليون حبة. أطول لقطة سينمائية في اللعبة كانت في الجزء الرابع من السلسلة، واللي هو Guns of Patriot، ونزل في 2008. كان في لقطة مدتها 27 دقيقة، تعتبر أطول لقطة لنهاية لعبة. لو نجمع مقاطع الجزء الرابع راح تكون مدتها 1:09:04. حتى كوجيما قال في وقتها أنه تحسف، لأنه كان ممكن أنه يشرح القصة بطريقة ثانية أفضل. أطول قتال زعيم في اللعبة كان في لعبة Metal Gear الجزء الثالث سنيك إيتر مع الزعيم The End. كان قتال طويل ولازم تتجسس علشان توصل له وتنتقل لثلاث مناطق حوسة، بس كان في حركة سرية أنك تقدر تذبحها بدون هلف الدوران. تقدر تسيب وانت في القتال وتترك اللعبة مدة أسبوع وترجع تشغلها، ولما تبدأ اللعبة راح يقولك أن الزعيم مات لأنه كبير في العمر وأصلا كان شايب، أو أنك تقدر تقتله لما يكون في مقطع واحد من الكاتسينز يكون جالس في كرسي وتصوب عليه وتضربه في راسه. أعلى تقييم للعبة تجسس كان الجزء الثاني Sons of Liberty، حصلت على معدل تقييم 95.9% من موقع Game Rankings من 68 مراجع. أكثر مجموعة الألعاب نزلت في HD Collection هي لسلسلة Metal Gear اللي نزلت في عام 2011 على جهاز PlayStation 3 والإكس بوكس 360، وفيها 5 ألعاب وهم Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty، Metal Gear Solid 2 Solid Snake، Metal Gear، Metal Gear Peace Walker، و Metal Gear Solid 3 Snake Eater، وكلهم كانوا ريمسترات. وهذه كانت الحلقة الأولى للسلسلة الجديدة قياسيات. أعطونا رأيكم واكتبوا تحت في الكومنتس إيش الأشياء اللي عجبتكم بالحلقة، وإيش الأشياء اللي حابين نضيفها لو قدرنا عليها، وأيضا قولوا لنا هل تبون نكمل لكم السلسلة هذه، وادعمونا باللايك، وأيضا اشتركوا بالقناة على أساس ندعم السلسلة هذه ونجيب لكم أفكار جديدة كل مرة. يعطيكم العافية في المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.